مساكم الله بالخير، ولا لا صباحكم الله بالخير. الحين 16/11 مي 5 اس بلس في الطريق للمي نوت 2. طلب مني احد الاشخاص بان اتكلم عن تركيب الرومات على هواتف اندرويد، والفكره بصراحه واسعه حيل، لكن راح احاول اشرح باختصار. كل شركه لها طريقه لتركيب روماتها، لكن الفكره العامه لهذه الشركه اما من خلال ادواتها او من خلال ملف زد اي بي للمطورين. ناخذ مثال سامسونج. سامسونج تركب روماتها من خلال ريكفري معدل تي دبليو ار بي، او بشكل رسمي من خلال اوديون اللي هو الام دي 5. اتش تي سي مثلا، ولا لا اتش تي سي نخليها، الاتش تي سي حاله خاصه ابواب جهنم. نكسس مثلا تحدث من خلال فاست بوت. نكسس للروم الرسمي من خلال فاست بوت، الرومات غير رسميه من خلال تي دبليو ار بي او كلوك وورك مود اللي انقرض حاليا، ما قاعد يطورونه، لكن تي دبليو ار بي الاشهر. خرتب اوراقنا، في حال تواجد تي دبليو ار بي ريكفري معدل، هذا يعني امكانيه تركيب روم معدل زد اي بي قاعده. ولكل قاعده استثناءات، اكيد انه في استثناء، لان سابق كنا نركب تي دبليو ار بي على اتش تي سي في حال تواجد اس اون وكان يرفض التركيب مع انه مركب تي دبليو ار بي، فنستثني منها. هل يمكن تركيب روم رسمي من خلال تي دبليو ار بي؟ شوف هني الاستثناء، في بعض الأجهزة تقبل، لكن بشكل عام لا. طبعا في استثناءات، إذا كان البوت لودر مغلق ممكن ركب روم ولا لا، البوت لودر مفتوح، كل شركة ولها فلسفتها وحياتها الخاصة فيها. هل يمكن استخدام أداة من أدوات تطوير روم رسمي لهاتف آخر؟ هو غالبا لا، لكن في استثناءات، مثلا زوك ركبناه من خلال مي فلاش. إذا فكرة تركيب الرومات يا صديق العزيز إما من خلال أدوات الشركة أو من خلال TWRP للرومات المعدلة. هل لازال كلوك وورك مود موجود؟ لا، الشركة قامت تهتم بالتطبيقات وتهتم بالخدمات وخلت هذا العالم من زمان. وهل ممكن يكون غير رسمي؟ نعم غير، هو أصلا غير رسمي، هو للفريق، فإذا أما الفريق يسويه أو مطور على حسب قوة المطور. هنا للشباب اللي يعني فقدنا الاتصال فيهم، ادخل أندرويد المبتدئين في معلومات عامة، شنو روم شنو روت شو السالفة، بموقعنا تلقى أندرويد المبتدئين صفحة. طيب أنا كمستخدم عادي شنو لي مصلح بهذه الأمور؟ مالك مصلحة بهذه الأمور، هي موجودة لشخص فني، لشخص يحب يغير رومات، صيانة. مينوتو وقاعد يعطي زوم نفس فكرة أجهزة هواوي، وبعض مرات يعطي زوم ويرجع، يعني يحددها هو بروحه أوتوماتيك. طبعا هذا من الأجهزة النادرة اللي تخليني أبتسم، جهاز محبوك ومرسوم واللي صانع معلم. ما نقدر نستخدم 4000 بطارية، ليش؟ لأن سماكة الجهاز راح تزيد. طيب هذا 7.6 يمكن ما تزيد السماكة لكن يزيد الوزن، واحد من أخفف الأجهزة سنة 2016 166 جرام 4070 بطاريته. يمكن تأثر جودة التصنيع، أبشرك أن الجهاز على أرض الواقع أجمل من الصور، شوف الصور مال ثقافي. بس هذا الشيء راح يغلي سعر الجهاز، الجهاز سعره $500، $500 4 جيجا رام بالسوق السوداء، مو سعر رسمي بعد. خلنا نتكلم عاد الحين شنو يقدم هذا الجهاز. يقدم لك التالي: معالج 821 اللي هو أعلى معالج السنة هذه، ورام 6 وذاكرة داخلية 128، أو رام 4 وذاكرة داخلية 64 UFS 2.0. شاشة الجهاز 5.7 Full HD Gorilla Glass 4 زجاج الشاشة، ما تعتبر أفضل خيارات لكن مقبولة جدا. الجهاز يحتوي كل وسائل النقل الحديثة بالكامل: واي فاي اي سي، بلوتوث 4.2، والملاحة 4 أقمار، وان اف سي واي ار، ما في اف ام. الجهاز يحتوي على شريحتين، يدعم كات 12 ويدعم 37 باند فقط لنسخة 6 جيجا رام العالمية، مو هذه اللي عندي. الجهاز بي يو اس بي 2.0 تايب سي، وال 3.0 ترى يمكن ينعدون على الأصابع هذه السنة. البصمة أمامية، وإلى الآن ما عاني أي مشاكل من البصمة، وشوف أن الكفاءة مالتها عالية جدا، تحتاج بعد تجربة. الكاميرا الخلفية ممتازة، واضح أنها ممتازة، لأن قاعد أقارن مع مي 5S، قاعد أقارن مع الجي في 20، واضح امتيازها، يعني واضح تفوقها، لكن عليك الحسبة. للعلم هذا الجهاز الوحيد اللي أنا طلبت منه 4 جيجا رام 6 جيجا رام نفس الوقت، الوحيد، وما ترددت، والأربعة قاعد أجرب الحين. عموما جهاز موفق، والنظرة المبدئية له ممتازة، من أكثر الأجهزة اللي قاعد أعطيها تقييم عالي هذه السنة. والله يا شباب إذا حطيت جدول مقارنة ما بين مي نوت 2 ومقارنة ما بين سوني الثوري جدا جدا جدا، راح تعتبر نكتة.
فاصل وساعات ارجع باذن الله. هذا الكاميرا الخلفيه مينوتو هي تمشي بعد مو فقط. الوضع الليلي المينوتو عودة مؤقتة، راح أكون مشغول لساعة 9:30، يمكن تقريري تأجل لبكرة أو اليوم الفجر لأن والله عندي شغل فل. الجهاز للحين معطيني وضعية ونعم، يمكن التصوير المسائي فيه شوية نقاط فيه شوية ضجيج، لكن الجهاز ممتاز. نقدر نقول لك جهاز 6 رام 128 وبطالية 4000 وآي آر. أهلا وسهلا ببديل النوت.